ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. شوفوا هاي، انتبهتوا لقضية إلى يوم القيامة؟ روسيا لحد الآن إذا بتلاحظوا بيعاملوها مختلفة، مختلفة عن الغرب، بيعاملوها بطريقة ليش؟ طيب شو تفسيرها؟ فسروا لي، ما أرى أنا أتفسيرها أكثر من أنه لا يزال بلعب عندهم إشي اسمه أرثوذكس كاثوليك بروتستانت. تشتغل ولا هو بريطانيا؟ بريطانيا والولايات المتحدة اللي بينهم المحيط الأطلسي ليش دائما مع بعض؟ شو هالصدفة هاي؟ صدفة الدولة الأولى البروتستانت في العالم أمريكا، والدولة الأولى في أوروبا بريطانيا، صدفة هاي السياسات دائما مع بعض؟ إيش؟ وفي إيرلندا ليش بتقاتلوا؟ ليش بتقاتلوا في بلفاست بين كاثوليك وبروتستانت وهم كلهم إيرلنديين؟ وهم كلهم إيرلنديين بتقاتلوا ليش؟ وكلهم إيرلنديين. هذه كان احنا سبق اظني بحثنا شوية نستفيد في كل الشعوب، اياكم تظنوا حتى الملاحدة، حتى الملاحدة فيهم بظل المسيحية مثلا الأرثوذكسية تاريخه، المسيحية الكاثوليكية تاريخه حتى لو ما كانتش عقيدته، البروتستانتية تاريخه، ولحد الآن البروتستانت بيحتفلوا وبمروا بيستعرضوا أمام الكاثوليك في إيرلندا بيحتفلوا في انتصارهم من سنين طويلة على الكاثوليك اللي هم إيرلنديين. تمام؟ هذه قصة طويلة، وهذا في فرصة دائما للشعوب المستضعفة انها تلعب سياسة في معرفة كيف اتجاهات الامور، وما تسمح لهم مش يعتبروك فريسة تقتسم، وطالما بتحمل السلاح على فكرة وبتقاتل انت بتفرض وهم هذول جاهزين يبيعوا ويشتروا على فكرة، وبخونوا بعض وفيش عهود على فكرة، ماديين بخونوا بعض وفيش عهود، فيش عهود، سهل جدا يبيعوا ويشتروا. طيب فالان روسيا لما دخلت افغانستان 79، ما ملاحظين انتو انه كيف الكرة اتدحرجت من 79 الى اليوم، واذا بنا نرى امور ما كنا نتوقعها في الامة. هذا كله على فكرة، هذه الكرة اللي اتدحرجت من 1979 لما دخل الاتحاد السوفيتي، ارجع تجد هذه الكرة اللي اتدحرجت وكل ما بالها بتكبر تكبر تكبر وبتنتج. ولذلك هذا التدخل الروسي الان قديش معنا مشان ما ننساش جماعتنا هون قديش التدخل الروسي هذا هذا لازم يفهموه، يخرب بيتهم ما تيأسهم. طيب ما هو التدخل الروسي الاول هو اللي انتج الاخير، وهو اللي بسقط الانظمة الان، وهو اللي اصلا اسقط الاتحاد السوفيتي، وهو اللي جعل الولايات المتحدة تتراجع كدولة عظمى، وهو اللي جعل اوروبا تتواضع الان وحلف الاطلسي يتواضع. كل هذا الكلام مش مدركين. هذه امة على فكرة، هذه امة نهضت فيها سر، هذه امة نهضت فيها سر، لكن الله سبحانه وتعالى بده يرى منها فعل الجهاد حتى يمن عليها. اما اياكم تتصوروا اندخل الروس، ايش الروس وباقي اعظم من الاتحاد السوفيتي، هو هذا هذا يا دوب ما انا قلت لكم قبل سنتين لليوم بقيت الدولار يشتري 30 روبل 27 روبل، هلقيت بيشتري 61، والساعة كمان راح تشوفوا انهيارات عنده، وممكن يكون اصلا ازمته الاقتصادية جزء من هالدخلة هاي، ولانه هو اصلا داخل الحرب من زمان. تتصوروش يعني انه هلقيت هو والايرانيين طيب الايرانيين خلين هيك على وجه السرعة. على فكرة لاحظوا الله سبحانه وتعالى اوحى للرسول صلى الله عليه وسلم كما اوحى الى نوح والنبيين، مسيرة الاسلام من ادم حتى محمد هذا اسلام، وكان يتم تحريف دائما، والنصرانية حرفت، الموجود اليوم مش النصرانية الحقة، اليهودية حرفت، والموجود اليوم مش اليهودية الحقة. طب والاسلام حرف؟ ايوه حرف في اسماء كثيرة، في اسماء كثيرة، سواء علويين يدروز الشيعة اثنى عشرية، هذا تحريف للإسلام وخروج عن الإسلام على فكرة.
وبالتالي ومع ذلك بنقول مسلمين، بكل مسلمين زي اليوم ما بيقولوا عن النصارى ايش، بس نصارى قال هذول نصارى، اليهود هذول هم يهودية الحقة، الشيعة اليوم هذول. السؤال الآن، هذول الناس اللي أعطتهم الأمة ثقتها وكانت تعتبرهم مسلمين، ولما قاموا لما قامت ثورة 1979 كل العالم الإسلامي أيدها إلا ما قل وما ندر أيدوها، قالوا واستبشروا أنه قامت دولة إسلامية، وإذا بهم بيكتشفوا أنهم بيربوا أبنائهم على الحقد عليك دون الشعوب كلها. ليش؟ ليش؟ يبدو أنه من الفرس من أول يوم لما سقطت إمبراطورية الفرس الأولى، أنتوا بالكم المفكرين والمخلصين لدولة الفرس وشعوبية الفرس هذول سكتوا؟ هذول من أول يوم دخلوا يضربوا في الإسلام ويحاولوا تحريفه، وهذول نسيوا، هذول نسيوا واعتبروها عقيدة وخلص انتهى الموضوع، نسيوا العداء الأخير. لا، ولكن اشمعنا العداء لعمر، العداء لأبو بكر، العداء للصحابة؟ لأنه من اللي أسقط الإمبراطورية الفارسية غير أبو بكر وعمر؟ مين؟ اشمعنا هذول اثنين يعني؟ اشمعنا هذول اثنين يعني؟ والصحابي بشكل عام. وبالتالي بس ايش قصدي نسيو؟ بلاش حدا يفهمني غلط، وبدت الفكرة عداء وفكرة تدميرية للإسلام من قبل فلاسفة الفرس، ولكن مع الأيام الأجيال بتنسى فبتأخذها عقيدة، وبالتالي الآن معادين للأمة بشكل عجيب.